اهلا بكم مشاهدينا مشاهدي الفضائيه المصريه في كل مكان وحلقه جديده من النادي العربي. كنا معاكم الاسبوع الماضي وتحدثنا حول العمليه التعليميه في المنطقه العربيه، وكان ضيفنا ولمستضيفنا النهارده في منزله دكتور فؤاد العابد الخبير التربوي، واللي هيحدثنا اليوم في حلقتنا عن نقاط لم نستطيع انهائها في الحلقه الماضيه، وهنتحدث ونقترب من المملكه الاردنيه الهاشميه التي تكرم يعني معروف عنها طبعا كرم الضيافه وحسن المعامله والتقاليد البدويه الاصيله مع اللمسه الحضاريه اللي لا يستطيع ان ينكرها احد. برحب بيك مره ثانيه دكتور فؤاد، وخلينا نرجع لسير العمليه التعليميه في الوطن العربي، واحنا حبينا ان احنا يعني نناقش هذا الموضوع لاهميته زي ما قلنا في حلقتنا الماضيه، ان ده بيتعلق بمستقبل الدول العربيه ووضعها في مصاف باقي دول العالم. خلينا يعني نتكلم، احنا اتكلمنا عن محاور عديده جدا تقريبا معظم محاور العمليه التعليميه، لكن لم نتحدث حول عامل مهم جدا وهو التربيه. يعني تحدثنا عن التعليم والعمليه التعليميه، لكن دائما يعني وزارات التربيه والتعليم في جميع الوطن العربي هي التربيه ثم التعليم. تكلمنا عن هذا المحور. الحقيقه أنا في نظري ومعظم التربويين يقول لك التربية التربية 10 مرات بعدين التعليم. لا شك أنه هناك في إهمال في موضوع التربية في على مستوى الوطن العربي. السبب أن للأسف ما فيش تعاون في معظم الحالات من ولي الأمر مع المدرسة. يعني تجدي المدرسة في واد و البيت في واد آخر، ده بيأثر تأثير كبير على إمكانيات تحقيق الهدف المطلوب من التربية. لا شك المدرسة عليها دور كبير في عملية التربية، لأن زي ما قلت لحضرتك التربية 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 بعدين والتعليم، والدور التربوي مهم في تتولاه المدارس، ولكن حتى تنجح في تحقيق هذا الهدف لابد من تعاون البيت مع المدرسة. بمعنى يا دكتور يعني كيف يتعاون البيت مع المدرسة في إرساء قواعد التربية المعروفة؟ هي أن يكون هناك تواصل بين البيت والمدرسة، في أن يكون البيت على اطلاع على سلوكيات ابنه أو بنته في المدرسة، ويتعاون مع المدرسة في إيجاد العلاج إذا كان هناك في أي أخطاء. إنما عندما لا يتعاون ولي الأمر ما راح توصل للنتيجة المرجوة. يعني سي في طالب عمل حاجة غلط تربوية، لابد أن يتعاون ولي الأمر مع المدرسة حتى نعالج هذا الخطأ. إذا ما تعاون ولي الأمر ما راح الطالب يستجيب لعملية العلاج من المدرسة فقط. ده جانب. الجانب الثاني أنه هو أساسا أن يكون هناك قناعة لدى المعلم بأهمية التربية. أذكر لك مثلا، يعني في مثلا كنت بحضر حصة في ثالثة ابتدائي في إنجلترا. فالطالب بيسأل سؤال يعني مفروض في الكيجي يكون فاهمه، فالمدرس بكل هدوء يمكن الطفل ده خد 10 دقائق في حوار مع المعلم وبعدين خلص وانتهت العملية. فأنا قعدت مع الطفل قلت له أنت يعني طبعا لابد أنك عشان تأخذ المعلومة لابد أن تعمل استفزاز للطفل، فبقول له أنت أخذت حوالي 10 دقائق من الحصة وضيعت على باقي الفصل الوقت، شوف رد علي يا الطفل. الطفل قال لي لا 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 بالعكس هذه المعلومة صحيح. أنا كان ممكن يعني ممكن طالب آخر يكون فاهمها من كيجي، أنا مش فاهمها، فبالتالي حقي إني أفهمها وأنا ما ضيعت وقت الفصل، لأنه أكيد في طلاب تانيين يمكن ما كانوش عارفين. أنا يعني خطر في بالي يعني. بالضبط عارف حقوقه، قال it's my right. أوكي طيب خلاص قعدت مع المدرس بقول له انه يعني انت كنت طويل بال مع الطفل اللي قعد حوالي 10 دقائق بيسأل فيه سؤال مفروض يكون فاهمه من كيجي.
ضحك قال لي يس ذاتس رايت بس ذيس از هيز رايت هذا حقه. شوفي الطفل عارف حقه والمدرس عارف واجبه عارف حق الطفل. للأسف الشديد ممكن عندنا طفل يسأل المدرس بالسؤال ده يستهين به ويمكن يهزأه للطفل. وأنا دائما كنت بقول للمدرسين بقول المثال ده بقولهم إياه يعني إنه أيا كان السؤال من الطالب لا يجوز أنك تهمله أو تستهزئ به. طبعا لابد إنه الطفل يأخذ حقه سواء طفل أو حتى في الثانوي في أي مرحلة من مراحل التعليم. البعض للأسف الشديد بعض المعلمين اللي هم غير تربويين هنا بيدخل دور التربية. لما الطالب يسأل سؤال والمدرس يستهزئ به لأنه غير تربوي يحبط الطالب وبالتالي تنعكس سلبا في أسلوب التربية مع طالبها سواء كان طفل أو في مراحل أخرى من التعليم. يبقى دور المعلم كمربي مهم جدا ولابد أن يدرك موضوع الحقوق. الطالب له حق عند مدرسه أنه سواء يعني سأل 10 مرات لازم الطالب أو الطفل يوصل لقناعة أنه فهم الموضوع اللي هو عايزه. وده حيرجعنا لأهمية أن يكون المعلم خريج من كلية التربية بالزبط. لأنه هو وهي اسمها كلية التربية وليس كلية التعليم يعني بالزبط. إن هو عارف إزاي يربي النشط وده اللي قلناه إنه لابد إنه نبدأ يعني إنه ما ننتظرش نقول لا إمتى لا نبدأ في التركيز على أن يكون هناك أعداد كافية. يعني حضرتك بالضبط حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا ما هي التشريعات أو القوانين التي يجب أن تسنها الدول العربية على أساس إن هي تمنع التجاوزات التي تحدث في العملية التعليمية وتنهض بها. يعني مثلا إيه القوانين لحضرتك كخبير تعليمي عملت بهذا المجال بتتمنى أن الدول العربية تحط قوانين وتحط تشريعات خاصة بالتعليم؟ شوفي وحضرتك أهم حاجة في أي تشريع أن يكون هناك تركيز على الحقوق والواجبات. أن يعي المعلم حقوقه وواجباته والطالب أن يعي حقوقه وواجباته. أهم حاجة في مجال القوانين هي دي أهم حاجة لأنه إذا عرف الطالب حقوقه وواجباته والمعلم عرف حقوقه وواجباته ستصير العملية التربوية بشكل سريع. إنما إذا ما في حتى توعية لأهمية الحقوق والواجبات نبقى نسير في طريق الخطأ. زي ما قلت لحضرتك يعني مثلا ما هي دايما هي تبدأ البني آدم يبدأ من التنشئة من الأساس طبعا. يعني زي ما قلت لحضرتك الطفل اللي قال ده حقي ده في ثالثة ابتدائي. طب يعني بجانب هذه القصة اللي حضرتك ذكرتها ايه الاشياء اللي حضرتك يعني حضرتك رحت انجلترا وتزور الولايات المتحدة الامريكية باستمرار وتحضر مؤتمرات هناك. يعني كلمنا عن النقاط الاخرى التي بهارتك في نظم التعليم الغربي. هي اكتر حاجة استخدام التكنولوجيا في كافة مراحل التعليم ويعني تعويد الطالب على التفكير الابداعي والتفكير النقدي. يعني أنا كمعلم ما أجدش حرج لما طالب ينقدني. لابد أعود الطالب على الفكر التفكير النقدي مش التجريحي. يعني مش التفكير النقدي هنا هذا التركيز مهم جدا. يعني في الغرب تركيزهم على موضوع التفكير الإبداعي والتفكير النقدي دي من أهم خطوات تطوير التعليم. يعني ما فيش حاجة اسمها فرض على الطالب ما في. كل عودوا الطالب أن يكون عنده الوازع الذاتي في التعامل مع العلم مش مجبر. يبقى طالب علم زي ما احنا طالب علم. طالب علم بالضبط. طيب خلينا ننتقل للحديث حول المملكة الأردنية الهاشمية وخليني أسأل حضرتك عن التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. وإحنا عندنا معلومات أن التعليم هناك يعني وصل إلى مستويات متقدمة قياساً لباقي الدول العربية. بالضبط حضرتك هو في الأردن وصل إلى درجة متقدمة
هم على فكرة هم ماشيين بنظام النظام الاقتصادي المعرفي في التعليم، وقطعوا شوط طويل في مجال التكنولوجيا في المدارس. لك أن تتخيلي أنه الآن في مجال البحوث والتطوير في الأردن في حوالي 2000 باحث لكل مليون، ودي أعلى نسبة. مثلا هم يعني لقوا أنه أعلى نسبة في منظومة العمل الإسلامي أو منظمة العمل الإسلامي يعني الأفرج تاعهم في المنظمة 500 للمليون، في الأردن 2000 للمليون. جميل. دي نسبة عالية جدا. يعني هي الطب تعتبر في مجال الباحثين في البحث والتطوير، وده نابع من التركيز على التعليم والتطوير باستمرار. حقيقة التعليم في الأردن الآن وصل إلى درجة متطورة رائعة. يعني أي خبير تربوي يطلع على النظام التعليمي في الأردن يعني بيخرج بنتيجة مريحة. جميل جدا. وأتمنى أنه حقيقة أتمنى أنه كثير من الدول العربية وفي غير الأردن حقيقة ومشوا في نفس الطريق، لكن أنا خلال تراعي بشكل أكثر على نظام التعليم في الأردن وصل إلى مرحلة متقدمة والتطوير باستمرار وسريع. هناك يعني اهتمام كبير في العملية التعليمية، لأن زي ما أنت حضرتك، وده يعني مؤشر إنه لما أقول في 2000 باحث في مجال البحث والتطوير لكل مليون، وهي الأردن يعني عدد سكانها كله 6.5 مليون، فيعتبر نسبة كبيرة. طبعا نسبة كبيرة. طيب خلينا ننتقل للحديث حول يعني تقديم عن الأردن تاريخية ونبذة تاريخية عن الأردن. وحضرتك يعني أستاذ متفرغ ومتبرع ومتطوع بجامعة الأزهر وكلية التربية لتدريس التاريخ للطلبة. نعم. هناك يعني نعم. فحابين ندي نبذة تاريخية عن المملكة الأردنية الهاشمية. والله تعرف حضرتك زي ما أنت حضرتك الأردن يا بدأت عام 1921، وبعد كده يعني كانت إمارة شرق الأردن، وكانت طبعا تحت الانتداب البريطاني من تقسيم سايكس بيك وتقسيم الوطن العربي. هي طبعا هي الأردن جزء من بلاد الشام اللي تشمل سوريا ولبنان وفلسطين والأردن اللي هي مسميها بلاد الشام. هي الأردن جزء من هذا الكيان. في سنة 49 طبعا إمارة صغيرة معظم سكانها كانوا من البدو. ففي عام 49 بعد للأسف ضياع جزء من فلسطين بالاحتلال الإسرائيلي، صار هناك تفاهم بين وجهاء الضفة الغربية و الحكومة الأردنية، وعملوا اتحاد بين الضفتين وأصبح المملكة الأردنية الهاشمية. الكلام ده عام 49. طبعا صار في تقاسم في الوظائف بين الضفتين، بين يعني عناصر الضفتين، ولا شك في كان عدد كبير الآن يعني عدد كبير من الأردنيين من أصول فلسطينية اللي هم من الضفة الغربية. طبعا خضعت الأردن لكثير من الاحتلالات، الرومان والبيزنطيين طبعا قبل ما تكون في مملكة أردنية، وتركوا آثار كبيرة جدا. هنا نبقى نتوقف ونذكر أهم المدن السياحية التي تحتوي على مزارات تاريخية وأهم المزارات التي يجب على الزائر الأردني لو حد بيتفرج علينا وحاب أنه يزور الأردن. نعم. وهي بلد قريب جدا أيضا من مصر ومن الدول العربية الأخرى. نعم. إيه هي أهم الأماكن التي لا يجب أن يفوتوا زيارته؟ هو طبعا البداية البتراء. البتراء هي مدينة بناها العرب الأنباط، بنوها كل المدينة في الصخر في الجبل. ففي عام 85 اليونسكو أعلنتها من ضمن عجائب التراث الإنساني كمان. بالضبط، العجائب 7 الجديدة. بعدين عندك طبعا جرش، فيها آثار، فيها قلعة جرش، وفي عندك عجلون، دي آثار رومانية
بشكل كبير جدا. ولا يعني كثير من الأماكن السياحية، وعندك في حاجة في مدينة مأدبة في الكنائس مزينة بالفسيفساء، فسيفساء بيزنطية، بيزنطية أيام بيزنطيين، لدرجة أنه في لوحات من أروع وأغنى لوحات في العالم في داخل الكنائس دي من أيام بيزنطية. برضو حضرتك في حاجات سياحية دينية للمسيحيين، يعني في المغطس ده شرق نهر الأردن، ده طبعا يقال إنه عندهم أنه سيدنا عيسى عليه السلام كان في 30 من عمره عندما جه إلى النبي يحيى ابن زكريا وتعمد على يديه في الماء هناك، ومن هناك بدأ رسالته للبشرية. ولذلك البابا يوحنا بولس الثاني السابق أعلن أنه هذا المغطس مكان حج للمسيحيين. برضو نهر الأردن يعتبروا نهر مقدس، أنه سيدنا اليسوع جه وتعمد على يد المعمداني حنا المعمداني، وبالتالي تجدي أنه كثير من المسيحيين في العالم يأتوا إلى نهر الأردن ليتبركوا به. جميل جدا. الحقيقة بالإضافة إلى أنه في يعني آثار رومانية وبيزنطية في معظم أنحاء الأردن ما زالت قائمة، يعني مثلا عندك المسح الروماني في عمان كما هو يتسع لحوالي 6,000 مشاهد، يعني كثير من الآثار تنتشر في كافة أنحاء الأردن، يعني حتى في البادية الآثار الأموية في البادية، في القصور الأموية في البادية تجدها. نعم اللي هي أنا كنت بتكلم فيها إنه حتى في البادية القصور الأموية والآثار الأموية بشكل كبير جدا. فحقيقة كثير من الآثار تستحق إنه المشاهد العربي إنه يزورها. أكيد. طب خلينا نتكلم عن نوع آخر من السياحة ويعني مشهورة به الأردن، هي السياحة العلاجية. حدثنا عن السياحة العلاجية في المملكة. حقيقة السياحة العلاجية متقدمة جدا، يعني فيها أولا السياحة العلاجية للعلاج الطبيعي. في عندك حمامات معين، وحمامات معين دي حقيقي من عجائب القدر، يعني تجدي الشلالات المية تغلي وجنبيها شلالات مية ساعة، وكلها طبعا مملوءة بالأملاح المعدنية، وهناك طين معدني، وعملين فيها يعني مستشفيات ممتازة جدا، تجدي العلاج فيها ممتاز جدا. وفي برضو حمامات عفرة، وفي ينابيع الحمة دي كلها مياه بالأملاح المعدنية والطين، وتساعد على الشفاء في العلاج الطبيعي. بالإضافة إلى حقيقة الطب متقدم جدا في الأردن، يعني المستشفيات طبعا بالأطباء، المستشفيات بها يعني أحدث دائما التجهيزات، والأطباء على مستوى عالي جدا. هناك يمكن نوع من ما يسمى التدريب على نظم العالم في الطب. يعني أضرب مثلا مدينة الحسين الطبية، الأطباء فيها كل 5 سنين لازم يقضي عام كامل في إحدى الجامعات الأمريكية للتدريب طبعا، ويقف على أحدث ما وصلت إليه، وكل 2 أو 3 لازم يروح 2 أو 3 إلى إحدى الدول الأوروبية. يعني هناك متابعة تدريبية مستمرة للأطباء، وده بيخليهم يعني up to date زي ما بقولوا طبعا باستمرار، أحدث ما وصل إليه العلم بتلاقي الطبيب الأردني وصل له. التجهيز أحدث التجهيزات في العالم تجديها موجودة، وده حقيقة. يعني لذلك بتلاقي كثير من العرب والأجانب بيروحوا للأردن للعلاج،
فالسياحة العلاجية والبحر الميت يعني البحر الميت كويس طبعا. فكرتيني فيها. هو أيضا من بين العلاج البحر الميت كثير من منتجاته تستخدم في العلاج. وبعدين سبحان الله يعني الأردن من الجبال إلى أخفض نقطة في العالم اللي هي البحر الميت، ففيها كل طبعا التضاريس موجودة. وبتلاقي مثلا يعني في اهتمام في المنظر الجمالي في البناء، يعني مثلا عمان تجدي كله يجب أن يكون الآن طبعا في المباني الحديثة، طبعا هي عمان تجمع بين القديم والحديث، إنما الآن يعني مثلا كانت هي بنيت على 7 تلال، الآن 19 تلة توسعت. في النظام ده يجب أن يكون البناء أي بناء الواجهة الخارجية من الحجر الأبيض، ولذلك هو الحجر الهاشمي تقريبا يا رب الحجر الهاشمي، لا هو بسمه الحجر ولا حجر أبيض أبيض فقط. بحيث أنه كل المباني بتشوفيها بمنظر واحد بالحجر، ده بأمر القانون، بأمر القانون. جميل جدا. للحفاظ على المنظر الجمالي. وبعدين هناك النظافة حقيقي، نظافة بلا مبالغة أنظف من كثير من دول في أوروبا، نسبة النظافة عالية جدا في الأردن. طيب خلينا نتكلم عن الاقتصاد الأردني وعلى مدى يعتمد الاقتصاد الأردني، ما هي الصناعات المعروفة هناك، ما هي الأشياء التي يقوم عليها هذا الاقتصاد؟ والله شوفي، هو في الأساس يعتمد على اقتصاد الخدمات والتجارة والسياحة، لأنه هي بلد دخلها متوسط، يعني تعتبر من الدول المتوسطة الدخل. الزراعة في زراعة بس محدودة، يعني رقعة الأرض الزراعية قليلة. وبعدين هناك بيعتمدوا في كثير من الأمور على الأمطار، فالأمطار في بعض السنوات بتقل فبتأثر على المزارع طبعا. بس طبعا في يعني عندهم الآن بيصدروا يمكن ما يعادل 6% من الدخل القومي من المزروعات. لكن في الصناعات بيعتمدوا على الصناعات الاستخراجية، زي مثلا الأدوية، المعادن. يعني مثلا عندك الفوسفات، هي ثالث دولة في العالم اللي عندهم الكميات الفوسفات، يمكن 60% من كميات الفوسفات في العالم موجودة عندهم في الأردن، وفي بوتاس. وأخيرا اكتشفوا اليورانيوم، الآن في يورانيوم في الأردن، وأعتقد يعني خلال سنوات راح يصبح اليورانيوم يعني مصدر دخل ممتاز للأردن كبير للأردن. وفي أيضا اكتشفوا غاز طبيعي، بس طبعا لسه في كميات قليلة، في بوتاس. في حاجة اسمها الصخر الزيتي عندهم. الصخر الزيتي ده يعني بدأوا يفكروا فيه إنه يستخدموه في الطاقة، في كمصدر للطاقة الأولية. يعني في محاولات لتطوير الأردن من خلال، لأنه زي ما قلت لحضرتك إنه البلد محدودة الدخل وبتعتمد اعتماد كبير على العنصر البشري. ومن هنا جاء الاهتمام بالتعليم، إنه لابد من أن يكون عندي عنصر بشري قادر على خلق يعني الدخل القومي الذي يستطيع أن ينهض بالبلد. الاستثمار في الإنسان. في الإنسان. طيب خلينا نتكلم عن الصناعات الصغيرة أو المتوسطة أو اللي هي الصناعات التقليدية أو ما يطلق عليه الصناعات التقليدية. ما هي الصناعات التقليدية طبعاً التي تميز بها؟ المواد التجميل، الأشياء المستخرجة من البحر الميت. وفي برضو مع الأدوية والأخرين. وعندك برضو الغزل والنسيج، عندهم غزل والنسيج. يعني كلها صناعات صغيرة، بس في الفترة الأخيرة بدأوا في صناعة بسموها الوسائل الدفاعية. الآن الوسائل وفي التكنولوجيا المعلومات بدأوا يشتغلوا فيها. فبالتالي الصناعات في الأردن ما زالت صناعات يعني متوسطة، مش صناعات ثقيلة. ما عندهمش القدرات على
الدخول في مجال الصناعات الثقيلة. طيب سؤالي الأخير لحضرتك، حضرتك يعني أردني الجنسية وحامل الجنسية الأمريكية، نعم. وأقمت لفترة طويلة في الكويت الشقيقة، نعم. لكنك اخترت مصر مكانا، نعم. للإقامة، علشان تقضي فيها حياتك، نعم. يعني حدثنا عن هذا الاختيار. والله شوف حضرتك، أنا قعدت في الكويت 30 سنة من طفولتي يعني، لغاية عام من 60 ل 90 بالضبط 30 سنة. حقيقة الكويت اعتبرها بلدي إلى الآن وستبقى، أنه أمضيت فيها فترة طويلة جدا، وحقيقة يعني كنت الحياة فيها حلوة. كنت أستاذ في الجامعة في الكويت، كان عندي مدارس في الكويت، كان متاح لنا يعني نعمل في أي مجال، ما كانش في يعني تمنع. لما صارت مشكلة الكويت والعراق، حقيقة لحبي لمصر قررت اني استثمر في مصر. يعني حتى البعض بيقول لي يا اخي ليه ما رحتش عملت في الاردن، لكن حقيقي انا لحبي لمصر خلاني اختار مصر لاستثمر فيها، وبالتالي جيت لمصر، والحمد لله انا من سنه 90 موجود في هنا، يعني بقى لنا 24 سنه، وبالتالي احفادي الان مصريين. واتمنى انه يعني ابقى في هذا البلد العظيم اللي بحبه من طفولتي. أنا بحب مصر من طفولتي سبحان الله، وده يعني زرع من المرحوم الوالد، زرع حب مصر فينا، وبالتالي لما فكرت في الاستثمار فكرت في مصر كبلد أحبه وله يعني جوايا انتماء، وأتمنى أن أبقى فيه حتى الممات. ربنا يديك الصحة وطول العمر. أنا بشكر حضرتك جدا، وأتمنى لمصر كل عظمة ورقي وتقدم، وأن يديم على مصر الأمن والأمان والاستقرار، لأنه بإذن الله مصر قادرة إن شاء الله أن تحقق ذلك، لتنهض وتكون في مصاف الدول الكبرى بإذن الله إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا الدكتور فؤاد العابد الخبير التربوي على هذا اللقاء الشيق، يمكن تعرفنا على سير العملية التعليمية وكيف تتطور في الوطن العربي، واقتربنا كثيرا من المملكة الأردنية الهاشمية. شكرا لهذا اللقاء. شكرا لك. العفو ليكم، وشكرا لكم. شكرا، وإن شاء الله دائما بالتوفيق. شكرا. بنشكر مشاهدينا اللي تابعونا على مدى 30 دقيقة، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتم بحلقتنا النهاردة، والأسبوع القادم حلقة جديدة، والنادي العربي.